استحواذ جديد من شركة أبل لشركة ناشئة بتعتمد على الذكاء الاصطناعي تحت اسم Axnor.ai. وطبعا من سلسلة عملياتها أعلنت شركة أبل عن استحواذها على الشركة الناشئة بمجال الذكاء الاصطناعي، واللي بيقع مقرها بسياتل الأمريكية بولاية سياتل. بتتخصص Axnor.ai على الذكاء الاصطناعي بتطوير أدوات وتقنيات بتتيح استخدامها على الأجهزة من هواتف ذكية وأجهزة قابلة للارتداء للقيام بمختلف المهام بالجهاز نفسه، دون طبعا الحاجة لربط مع نظام سحابي آخر أو كلاود. وبلغت قيمة الاستحواذ تقريبا 200 مليون دولار وفقا ما قالته أبل بتقرير لها. وطبعا مع هذا الاستحواذ رح نشوف العديد من التقنيات وأدوات من هواتف الآيفون وساعات الأبل وكمان أجهزة أخرى تحتوي على كاميرات ومدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لا تتمكن من العمل مع المستخدمين بأي وقت إن كان. شفنا العديد من استحواذات شركة أبل، بس اللافت للنظر إنه ما كتير عم ينحكى فيهم. أوكي، أبل استحوذت على هيدي الشركة الناشئة إكس لتطوير عملياتها بالذكاء الاصطناعي، ومنشوف العديد من الشركات اللي عم بتم استحواذها من قبل أبل. يعني تقريبا كل شهر في خبرية شركة أبل استحوذت على شركة ناشئة تعتمد بالذات على الذكاء الاصطناعي أو الـ AI. بس اللافت هلا إنه ما عم نشوف، يعني خلاص بيحطوا هاي الخبرية بس ما عم نشوف تقارير يعني من شركة أبل أو أبحاث عن هذا أو أبحاث أو قد ايه فادت هيدي الاستحواذ أو فوت إيرادات أو على من منتوج أو نوعية الأجهزة تبعيت أبل. هذا السؤال اللي بيطرح يمكن نفسه، هل هيدي الاستحواذات بس هيك شكليا أو يمكن أو أتم بيعملوا ماركتينج الشركات الكبيرة؟ نو، مثلا استحوذنا على هاي الشركة بقيمة 200 مليون أو كم مليون دولار، ما عم نشوف أخبار عدة، ما عم نشوف تطورات يمكن حتى بالأجهزة، وما عم نشوف تقارير من أبل. بعتقد العالم اللي بتهتم بالتقنيات لازم يكون في تقارير من قبل أبل قد ايه فادتها هيدا الاستحواذ. يمكن أبل دائما تركيزها على نفسها والبراند تبعها، فبالتالي يعني دائما بتركز بنشوفها على المنتجات تبعها على كل هالأمور. صح بتستحوذ، ولكن بالأخير يعني بنشوف فقط البراند تبع أبل هي مسلطة عليها. يمكن يمكن الاسم وكونه أبل لحالها هي شركة براند لحاله، يمكن كمان هذا احدى الاسباب انه هي بتظهر لحالها، مش انه نحن استحوذنا عليها فهي اضافت هالقد وهالقد للشركة بشكل عام.